هلو، ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل لوشن شد البشره في الطو واللحظه. اللوشن ده بيشد وبينعم البشره وبيقضي على علامات الشيخوخه والخطوط الرفيعه، وكمان له قدره على تفتيح البشره علشان احنا مستخدمين في الكولاجين بيبتايد. اللوشن ده جميل جدا ويستخدم مع سيرم شد البشرة في الطو واللحظة اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات. هنا هتشوفوا ان انا بستخدم الهالورونيك اسيد مع لبان الذكر وكمان مع السمغ العربي والكولاجين، فبيدي نتيجة تحفة جدا جدا جدا. وطبعا حاطين فيه فيتامينات. الوصفة دي انا هشرح لكم بناء على طلبكم، هشرح لكم بالنسب وبالجرام الاتنين. انا هنا الكمية اللي بعملها كيلو. بينا بقى نبدأ التركيبة مع بعض خطوة خطوة. الكمية بتاعتي كلها على بعض كيلو، بس بناء على طلبكم انا هقول لكم الكمية بالجرام وهقول لكم الكمية بالنسب. اول حاجة هنا انا معايا مية مقطرة، خدت منها 14.6%، يعني 146 جرام. هضيف عليهم ماء الصبار اللي هو بيسموه خلاصة الصبار المائية. خلاصة الصبار المائية هنا 20%، يعني أنا هستعمل 200 جرام. هضيف عليهم برضو 20%، يعني 200 جرام من خلاصة لبان الذكر اللي هو هيدروسول لبان الذكر، الخلاصة المائية. هي ممكن تبقى في صورة هيدروسول او ممكن تعملوها منقوع لبان دكر، يعني على حسب البلد اللي انتوا فيها متاح او مش متاح. انا بالنسبة لي هنا انا جبت الصبار ولبان دكر من مصنع الابكي. وهضيف عليهم 10%، يعني 10 جرام من صوديوم لاكتيت اللي هو معروف باسم ملح السائل، وعندنا في مصر في المتاجر اللي بتبيع المواد بيسموه ملح الصابون. ده مادة جاذبة للرطوبة، بتدي ترطيب. ضيف من 10%، يعني 10 جرام. بعد كده انا هنا معايا برضو 20 جرام جليسرين، يعني انا استخدمت بدل الجليسرين استخدمت خلاصة جليسرينية، استخدمت خلاصة اليوسفي الجليسرينية اللي انا عاملاها معاكم على القناة. 20 جرام يعني 2% جليسرين. هضيف عليهم 0.5% من الاكاشيا. الاكاشيا اللي هو السمغ العربي، ايه فايدته؟ فايدته ان هو بيشد البشره وغني جدا بالكولاجين. هذوبه مع الخلاصه الجليسرينيه. قبل ما اضيفهم للماء بتاعي انا هضيف الاول 2% بنتينول، يعني 20 جرام بنتينول. البنتينول مادة جاذبة للرطوبة برضو،
وطبعا من افيد الحاجات للبشره، بتدي ترطيب وتغذيه. هضيف بقى الخلاصه الجليستينيه اللي دايب فيها الصمغ العربي، ويقلب. بنتينول طبعا لما يتحط في حمام مائي على نار مباشرة هيدوب تمام، وهو بيتحمل الحرارة ما تقلقوش. ريحة حلوة جدا طبعا علشان خلاصة اليوسفي مع هيدروسول لبان الذكر، فالريحة جميلة جدا. طور الزيت بتاعي انا هستخدم فيه زيت البوراج فقط. زيت البوراج من افيد الحاجات للبشرة، خصوصا للبشرة المتقدمة في العمر، وكمان بيدي كده نضارة واشراق لجميع انواع البشرات. نسبة الزيوت 12%، اللي ما عندوش زيت البوراج يقدر يستخدم زيت أرجان أو زيت بذور العنب أو زيت روز هيب أو خليط ما بين الاتنين، بس يكون زيت خفيف. أخدت 120 جرام من زيت البوراج، يعني 12% زيت. نسبة الشموع هنا عندي 5%، 2% إيمالجين بي2، و3% ستريل الكحول اللي هو اللانت او. 2% يعني 20 جرام من الايمالجين بي2، و30 جرام من ستريل الكحول اللي هو اللانت او. في حالة ان انتوا ما عندكوش الشموع دي، البديل بتاعها 5% من اي شمع غير ايوني. تروحوا على جوجل وتعملوا بحث كده زي الشاطرين وتطلعوا كل الشموع الغير ايونية علشان تبقوا عارفينها، محدش يسألني. خدت البكرين في حلة وهبتدي انزل عليهم كده بمية عشان يبقوا حمام مائي على نار مباشرة. اهم حاجة المية غطت خط الشمع عشان يدوب كويس. هبتدي احضر محلول الهيالورونيك اسيد اللي انا هضيفه للطور البارد. هنا انا معايا 198 جرام من الماء المقطر، وهضيف عليهم 2 جرام هيالورونيك اسيد علشان انا عايزة يبقى عندي كله 200 جرام على بعضه. سيرم المفروض يكون 200 جرام، يعني 20% من الهيالورونيك اسيد سيرم. بصوا هغطسه كده بس سنة بسيطة واسيبه في حاله. ايه هو هيمتص جوه المية. هنا زي ما انتم شايفين كده الشموع دابت تماما، هطفي عليه وفي ساعتها هنقل يعني التور المائي جوه التور الزيتي. في ساعتها هنزل بالتور المائي جوه التور الزيتي في ساعتها، وهما الاثنين لسه يدوبك يعني متشالين من الحمام المائي عشان تبقى درجات الحرارة متقاربة، والسيرم بتاعي ما سوري والكريم بتاعي ما يفصلش. شايفين الاستحلام بيتعمل على طول، وبمجرد ان هو يبرد هتشوفوا قوامه الحقيقي وقد ايه هو هيتقل.
انا درجة حرارة 40 بيكون زي ما انتم شايفين كده تقل، واقدر اضيف دلوقتي مواد الطهي البارد. انا هضيف 1% من الكولاجين بيبتايد، ده بيحسن جدا من مظهر الجلد وبيساعد على القضاء على التجاعيد والخطوط الرفيعة اللي في الوش، وكمان بيفتح البشرة. 1% يعني 10 جرام. وابتدي ان انا اقلب كده، هضيف 2 جرام من زيت اساسي الباتشولي، يعني 0.2%. ممكن تستبدلوه بزيت اساسي الورد. بنحط كمية بسيطة خالص علشان مش مستحب في اللوشن بتاع الوش ان يبقى العطر زيادة، في ناس بيجيلها تحسس يعني. وهقلب ما بين كل مكون ومكون في الطور البارد، بديله كده تقليبه. ضيف المادة الحافظة بتاعتي بيوكرول WS1 بنسبة 0.7%، يعني 7 جرام. وطبعا لكم حرية تغيير المادة الحافظة المناسبة على حسب الحاجات المتاحة في بلدكم. وهقلب. فاضل ان انا اضيف الهيالورونيك اسيد سيرم، بس زي ما انتم شايفين كده لسه ما دابش، فعشان كده ضفت المادة الحافظة بدري بدري عشان لسه هسيب الكريم شوية كتير على جنب قبل ما الهيالورونيك اسيد سيرم يعني يدوب جوه المية. سيبهم بقى كده متغطين على جنب لحد لما الهيالورونيك اسيد بتاعي يدوب تماما في المية. بعد كام ساعة الهيالورونيك اسيد زي ما انتم شايفين كده اندمج تماما وبقى جل. انا هنا معايا 20% سيروم هيالورونيك اسيد، يعني 200 جرام. هبتدي ان انا اضيفهم كده وهضيف عليهم كمان فيتامين اي. فيتامين اي بنسبة 0.5%، يعني 0.5. الكمية كلها هنا 5 جرام. ابتدي بقى اخلط الهايلورونيك اسيد والفيتامين اي كويس جوه الكريم بتاعي. هنا انا معايا 5 جرام الانتون، يعني بنسبة 0.5%، 0.5. هدوبهم بشوية مية بسيطة كده، وبعد كده ازودهم للكريم بتاعي. الالانتون ده مانع تحسس وكمان بيدي ترطيب عالي جدا. بعد ما دوبت 5 جرام الانتوين في 5 جرام ماء مقطر، هضيفهم للوشن بتاعي واقلب.
وهيبقى فاضل بس قياس ال pH. كده ال pH 5 بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. pH عندك من 5 لـ5.5. انا بنزل باللوشن بتاعي جوه كيس حلواني علشان يبقى اسهل وانضف لما اجي اعبي العبوات بتاعتي. وده الشكل النهائي للمنتج والكمية كلها متاحة لو حد عايز ياخدهم كلهم على بعض.